الحقيقة محمود عبد المنعم كهربا حد سالك قوي يعني بصراحة، اللي ربنا كرمه فيه نتيجة انه ده بني ادم كويس. لما بتشوفوه في النادي ازاي بيرحب باللعيبة الجديدة، وازاي امام عاشور يقول لك كهربا ده اخويا الكبير، وحتى في اهتمامه بمودست اللي جاي يلعب في المركز بتاعه، انما فعلا حد من جوه سالك. امبارح مع النادي الاهلي هتلاقيه دايما على الدكه، هو اللي حماسي وهو اللي نفسه ينزل تاني وهو اللي بيقطع في نفسه. امبارح مع المنتخب طول المباراه هو برضو اللي متفاعل بره. كهربا بعد المباراه اتكلم على ظروف المكسب التعادل واللي جاي ايه. دايما الكوره فيها مكسب وخساره، بس هو تركيزنا كله ان احنا ناخد البطوله، والدعم دايما الدعم المستمر مطلوب. احنا دلوقتي مع منتخب مصر، عايزين ننسى موضوع الانديه، عايزين ما نطلعش نتكلم اصل ده مش عارف بيعمل ايه وده بيعمل ايه، عايزين نركز كلنا ويكون الجمهور كله يدعم منتخب مصر فقط لا غير، ويدعم اللعبه كلها. يعني 27 لعيب بالجهاز الفني، كل جمهور مصري يا رب يكون ورانا يعني ويدعمونا. يعني برضو الجمهور لازم يفهم ان في حاجات كتير مش ظاهره، يعني في حاجات جوه المعسكر تبقى حلوه قوي، اللعيبه كلها جنب بعض، يعني احنا بنقعد ناكل مع بعض عيش وملح. يعني احنا في منتخب مصر كلنا بنقعد مع بعض، نقعد نهزر ونضحك ونفتكر ذكريات وناكل بعض. مثلا واحد مثلا بيقول له طب وانت جاي من هناك هات لي معلقه، هات لي مش عارف سلطه كده، هات لي مثلا معاك فراخ، وهو قاعد بياكل. ده بقى من يعني من النادي ده او من النادي ده، حاجات كده عارف انت، حاجات حلوه تحس انت قاعد في البيت، الحاجات دي مش ظاهره. بجد لازم نلغي حوار التعصب ده، بجد موضوع صعب قوي، يعني صعب على الناس. لازم الناس كلها تفهم ان مش لازم تخسر زميلك ولا تخسر صاحبك ولا تشتمه مثلا ولا تعمل، يعني هتستفاد ايه؟ انت مش هتستفاد حاجه، انت اكتر واحد هتتضر. فدي اللي يعني رساله عايز اوصلها يعني للجمهور، ان احنا كلنا دلوقتي مع منتخب مصر لازم يشجعونا، يكونوا في ظهرنا وننسى بقى كل التعصب ده. جمهور مصر عايزينكم كلكم تكونوا في ظهرنا، تشجعونا وتنسوا اي خلافات مع اي لعيبه، مع اي تعصب، مع اي حد خالص، يعني في اي تعصب مع حد. شجعوا منتخب مصر ودعمونا بشكل مستمر، لان كل حاجه بتوصل لنا والرسائل الجميله بتوصل لنا. مستنيكم ان شاء الله، شجعونا باذن الله. الحقيقه يا استاذ ابراهيم انا ما سمعتش الحديث ده قبل كده، بس ده بياكد كل حاجه انا يعني كنت بنادي بيها من شويه، ان احنا منتخب مصر نتمنى التوفيق لزيزو، وهم يتمنوا التوفيق لكهربا وامام عاشور، ونتمنى التوفيق لاي لاعب، لعلي جابر، لكل واحد حابس فانيله مصر. هو بقى بيقول الحقيقه الفيديو ده عاجبني جدا جدا جدا، وما اتكلمش على الماتش، فرصنا موجوده واحنا هنموت نفسنا واحنا بنلوم نفسنا، ده اتكلم على حاجه، قال الحاجه اللي احنا مش شايفينها، اللي احنا بنسميها اوضه اللبس. بيطمنا يا جماعه، ده احنا اصحاب، ناولني المعلقه واديني السلطه وبنهزر مع بعض ونضحك على بعض ونتمنى الخير لبعض، ما فيش نفسنا على بعض، وقفوا كلكم في ظهرنا، انسوا الانتماءات الفرديه لكل واحد فينا. ده كلام انا كان نفسي فيه، سمعته الحمد لله ان ده موجود في الملعب، يا رب يتنقل في الفتره دي على الاقل للجماهير كلنا، خلينا في ظهر على الاقل، يبقى اسمنا ايه، عملنا اللي علينا واخدنا بالاسباب. لا يعني هم لما يقول كل حاجه بتوصل لنا يعني بالراحه علينا شويه، يعني مش عايزين حاجه تخلي حد يتهز ايوه، او يغل او يتضايق او يحبط، خلينا عاملين اللي علينا، نديهم طاقه عشان ما حدش فيهم يطلع يقول احنا ما كناش لاقيين المسانده، نساند حتى النهايه وبعد البطوله نتكلم. كلمه كهربا كل حاجه بتوصل لنا، ربما كانت رد على كتير بيسالوني هو الجمهور دعمه او مساندته هيفرق في ايه؟ لا هيفرق، لانه المناخ بتاع السوشيال ميديا اللعيبه قاعده طول الوقت بتتابع، فبالتالي رد الفعل اللي من هنا وحجم المسانده وحجم الثقه اللي الجمهور بيديها لهم واصله لهم وبتدعمهم، وفي العكس برضو اي تكسير او اي تجريح او اي اساءات برضو بتوصل، فبتقلل المنسوب الثقه شويه وبتهز الفرقه. فعشان كده زي ما قال كهربا كل حاجه بتوصل، فياريت نوصل لهم
كل الثقة وكل الدعم وكل المساندة لمنتخب بلدنا إن شاء الله.